على كل حال كما ذكرت لكم المؤامرات راهي جاريه يعني بواحد الكيفيات اللي خارقه للعاده وبصوره خاصه متوجهه للولايه السادسه الصحراء. لماذا متوجهه للولايه السادسه الصحراء؟ لان الصحراء تشكل اهم العناصر الحساسه بالنسبه لمجموع التراب الجزائري، سواء كانت في المساحه نتاعها، سواء كانت من الناحيه السياسيه، سواء كانت من الناحيه الماديه، سواء كانت من النواحي الاخرى. على هذا الاساس راهم كرسوا الجهود نتاعهم الفرنساويين ووجهوا الانظار نتاعهم، بالرغم اعترافهم القانوني الصريح امام العالم باللي الصحراء راهي جزء من التراب الجزائري، والصحراء راهي شعبها ينتخب كبقيه الجهات الاخرى نتاع الجزائر. رغم هذا بصح راهي كاينه مؤامره راهي تلعب، كاينه مؤامره راهم قايمين بها بعض العملاء امثال حمزه ابو بكر الفاشل وغيره، واللي راهو هرب حتى من الجزائر لحد الان ما زالوا يحاولوا المحاولات الراسيه. من على كل حال قلت لك ماذا هو الغرض من الولايه السادسه؟ لانهم متوجهين على خطراه يعرفوا عارفين البترول اللي راهي الريوق نتاعهم تتسايل عليه. هذه اولى. بالنسبه للموقع العسكري التجارب نتاعهم الذريه اللي راهم دايرينها في رجال واللي راهم باش يواجهوا بها المعسكر الشرقي. بالنسبه للمساحه تاع الارض حيث ان الصحراء الجزائريه تمثل في مجموعها ما يقرب ل 18,000 كيلو متر مربع، بمعنى الجزائر فيها مليونين و 200,000 كيلو متر مربع، تشكل منهم الولايه السادسه ما يقارب ل 18,000 كيلو متر مربع. هذه تحب تديها فرنسا، تحب تديها بوسائل قانونيه في الشت، هاي الان تحاول بس تديها بوسائل انتع مؤامرات وبوسائل انتع مكايد. اذا هذه المساله راهي مفروغ منها. على كل حال لما يكون شعبنا منتبه، لما نكون احنا فايقين، لما نكون احنا مبلغولكم، لما تكونوا انتم تنفذوا تم المساله. هذه ثاني على كل حال راهي مضافه لخوتها بمعنى فاشله. وراهي في خبر كانت هي احنا بعبارة احنا الاطارات نتاع الجيش، احنا خدام نتاع الشعب، الجراس نتاع الشعب، شعارنا الجيش ولا تتخذوا شعار باللي رانا خدام وجراس نتاع الشعب، ملاخدين الشعب وقرصون الشعب، عمره ولا يسخن ويضيع مصلحة الشعب، عمره ولا يبرد ويضيع مصلحة الشعب، يسير حسب مصلحة الشعب. هذا هو جيشكم، وهذه هي بعبارة أخرى شعارات اللي اتخذها الجيش واللي باش ينفذها الجيش. على كل حال على كل حال كما ذكرت لكم المؤامرات راهي جارية يعني بواحد الكيفيات اللي خارقه للعاده وبصوره خاصه متوجهه للولايه السادسه الصحراء. لماذا متوجهه للولايه السادسه الصحراء؟ لان الصحراء تشكل اهم العناصر الحساسه بالنسبه لمجموع التراب الجزائري، سواء كانت في المساحه نتاعها، سواء كانت من الناحيه السياسيه، سواء كانت من الناحيه الماديه، سواء كانت من النواحي الاخرى. على هذا الاساس راهم كرسوا الجهود نتاعهم الفرنساويين ووجهوا الانظار نتاعهم، بالرغم اعترافهم القانوني الصريح امام العالم باللي الصحراء راهي جزء من التراب الجزائري، والصحراء راهي شعبها ينتخب كبقيه الجهات الاخرى نتاع الجزائر. رغم هذا بصح راهي كاينه مؤامره راهي تلعب،
كان مؤامرة رهن قائمين بها بعض العملاء امثال حمزة ابو بكر الفاشل وغيره واللي راهو هرب حتى من الجزائر لحد الان ما زالوا يحاولوا المحاولات الراشية. من على كل حال قلت لك ماذا هو الغرض من الولاية السابقة لانهم متوجهينها على خطراه يعرفوا عارفين او البترول اللي راهي الريوق متاعهم تسايل عليه هذه اولى. بالنسبة للموقع العسكري التجارب متاعهم الذرية اللي راهم دايرينها في رجال واللي راهم باش يواجهوا بها المعسكر الشرقي. بالنسبة للمساحة تاع الارض حيث ان الصحراء الجزائرية تمثل في مجموعها ما يقرب ل 18,000 كيلو متر مربع. بمعنى الجزائر فيها 2,200,000 كيلو متر مربع تشكل منهم الولاية السادسة ما يقارب ل 18,000 كيلو متر مربع. هذه تحب تديها فرنسا. تحب تديها بوسائل قانونية. فشت هاي الان تحاول بس تديها بوسائل انتع مؤامرات وبوسائل انتع مكايف. اذا هذه المسألة راهي مفروغ منها. على كل حال لما يكون شعبنا منتبه، لما نكون احنا طايقين، لما نكون احنا مبلغوكم، لما تكونوا انتم تنفذوا تم المسألة. هذه ثاني على كل حال راهي مضافة لخطها بمعنى فاسد.